للحديث أكثر حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف سعادة السيد فيصل راشد علي نعيمي، عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس الشورى. أهلا ومرحبا بك سيد فيصل. كيف قرأتم مضامين رد سعادة وزير الخارجية على السؤال النيابي الأسبوع الماضي حول ما نشر في تقرير الصحيفة الفرنسية؟ أولا أمسي عليكم وعلى السادة المشاهدين بالخير، وشكرا جزيلا على إتاحة الفرصة للحديث عما تضمن تصريح سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بخصوص الحقوق التاريخية والقانونية الثابتة لمملكة البحرين، وذلك وفق المعطيات التي تم نشرها في التقرير القانوني لإحدى الصحف الفرنسية. وفي الحقيقة أن التقرير المذكور جاء مؤكدا ومعضدا للرؤية والموقف البحريني بخصوص هذه القضية، ويوضح بجلاء الحق التاريخي والسيادي لمملكة البحرين في إقليمها البري والبحري والجو. فمن هذا الإطار نحن في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مجلس الشورى نؤكد تصريح سعادة وزير الخارجية كما يؤيد أصحاب السعادة أعضاء المجلس. وأود أن أبين أن مملكة البحرين تحترم كافة القرارات والقوانين الصادرة من المؤسسات الشرعية الدولية، وذلك ما فيه من حماية وصون لكافة الفاعلين في المنظومة الدولية. وبذلك فأنا أؤكد على ضرورة دراسة معطيات قانونية المنشور في الصحيفة الفرنسية بشأن الحقوق السيادية والقانونية والتاريخية لمملكة البحرين، والذي يستند على حجج وأسانيد قانونية قوية ورصينة، وتقوم على مبدأ عدم المساس بالحدود الموروثة وفقا لما ورد في القانون رقم 8 لسنة 1993 بشأن البحر الإقليمي لمملكة البحرين والمناطق المتأخرة. ومن هنا نؤكد على احتفاظ المملكة بحقها السيادي في المطالبة العادلة بحقوقها التاريخية والوطنية والسيادة ضمن المسارات الشرعية الدولية دون أدنى تفريق، كما أننا ندعو أشقائنا في قطر للاستجابة للدعوات المتتالية التي قدمتها مملكة البحرين للبدء في مباحثات ثنائية طبقا لما جاء في بيان قمة العلا الخارجية. سعادة السيد فيصل راشد علي نعيمي، عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في المجلس، شكرا جزيلا لك.